حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا مجددا في استوديو اليرموك. وفيما تبقى سنتناول ملفين. الملفين سنعرض لكم كلمتين. في الملف الاول سنعرض لكم كلمه كانت في مؤتمر صحفي صباح هذا اليوم لسعاده النائب منصور سيف الدين مراد، النائب عن كتله الاصلاح النيابيه، عقد مؤتمر صحفي للكشف عن فساد في وزاره الصحه. اشكال عديده من الفساد بأمثلة عديدة وبدلائل وبوثائق وبمعلومات تفصيلية قدمها لوزارة الصحة تتعلق بالوزارة نفسها بالمستشفيات وبإجراءات تمت داخل الوزارة، وتتعلق أيضا وهذا أمامي يعني المؤتمر الصحفي بكل التفاصيل وبكل المعلومات التفصيلية الحقيقة اللي ذكرها سعادة النائب بجهد واضح أنه يعني جهد مكثف، تتعلق بوزارة الصحة وتتعلق أيضا بالمجلس الطبي الأردني. بالمناسبة كان هنالك رد من وزارة الصحة على هذا المؤتمر، بداية سنطلعكم عليه خلال الدقائق القادمة حوالي يعني خمس ست دقائق من ما ذكروا سعادة النائب من معلومات في ما يتعلق بفساد في وزارة الصحة، نتابع. ولذلك نحن هنا اليوم شركاء حقيقيون في هذه المهمة الوطنية النبيلة، ويحضر معي اليوم أطباء من وزارة الصحة وهم شهود حقيقيون على وقائع سنبرزها أمامكم، وربما يكونون أيضا ضحايا الفساد للإدارة العامة في وزارة الصحة، ضحايا لمافيات الطب والدواء والإدارة والابتزاز والسرقة والخداع والفساد. لدينا عدة مكالمات صوتية مسجلة لمجموعة أخصائيين في مستشفيات وزارة الصحة تكشف عن بيع المرضى للقطاع الخاص. مسؤوليته أجا مريض من اليمن من الخليج من الأردن بحس أنه مقرش بيحكي معاه على التليفون، هي مسجلات المكالمة، وبقنعه وبقول له روح لي الساعة 4 العيادة، عيادتي رقم كذا شارع كذا، وهناك بحربوا وبعالجوا، يعني بصرف من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهو موظف دولة، يعني بدخلوا آلاف الدنانير وبيبتز وبيضر سمعة الأردن وبضرب نظام الخدمة المدنية وبيعتدي على القانون، ولساته في منهم على رأس عمله. هناك تلاعب بالدخولات إلى المستشفيات. بدي أضرب مثال مثل حالة الشقيقتين ريم ومريم بنت سليمان بنت عطالله العرادي، هذولا سعوديات تنتين، أجوا قالوا بدهم يتعالجوا عند أشهر أطباء دلوهم، أجوا الأخوان على المستشفى الحكومي، وصارت يعني شغلة بدي أشرحها، يعني شغلة بهدلة يعني فضيحة. تصوروا يا أخوان بدخلوهم تحت مسمى شكل ملهمش، يعني دخلوهم تحت مسمى رقبة وظهر ديسك وأمراض رقبية وعمود فقري وعظام، دخلوهم على قسم جراحة لأنه اللي بده يبتزهم بقسم جراحة. شو معهم؟ معهم التهاب بالصدر والتهاب بالرئة، الالتهاب يعني جرثومة، ممنوع دوليا، وفي منح بتيجي للأردن لحماية عدم تلوث غرف العمليات الجراحية، لأنه أخطر شيء إذا انتشرت الجراثيم بغرف العمليات الجراحية معناه بيصير حالات موت وبتفشل كل العمليات. وهذا بدخل رئيس القسم وأطباء هناك بدخلوا هذول التنتين معهم التهاب رئوي ومعهم التهاب بالصدر ومعوي، وبدخلوهم على قسم الجراحة قسم العمليات تحت مسمى أنه بيحكوا للطبيب المقيم بقول دخلهم تحت علاج رقبة وديسك، بدخلوا بجروا اللازم وبيبتزوهم وبأخذوا مصاري وبطلعوهم، وانتشر حالات تلوث لأنه واضح تماما أكل حيث تم إدخالها بتشخيص مغاير معاكس لجوهر دخول حيث تجري لها أي فحوصات، لم تجري لها أي فحوصات أو تصويرات شعاعية
تخص هذا المجال التي كانت تعاني منه الفتاتان، التهاب قصبات مزمن وسعال وأزمة صدرية، وهذا يدل على استهتار واضح بأرواح البشر. فكيف له إدخال أمراض صدرية سارية ومعدية إلى قسم مليء بالجروح بعد العمليات؟ المجلس الطبي الأردني قام مدير شؤون الموظفين في وزارة الصحة مرمز بجيم قاف بإعادة عدد من الموظفين وهم ها حا وحا صاد وعين خالا إلى وظائفهم في وزارة الصحة رغم عملهم السابق في المجلس الطبي، كانوا موظفين في المجلس الطبي، وصدر أحكام بعزلهم من وظائفهم في المجلس الطبي الأردني، حيث أصدرت محكمة استئناف جزاء عمان بحقهم قرارا بالدرجة القطعية بتاريخ 28/10/2018 بالحبس مدة 6 شهور مرفق صورة عن قرار الحكم بند واحد. أي كل أي بند هذه ستسلم للقضاء. هي قرار الحكم القطعي بند واحد بحقهم، بنحبسوا 6 أشهر، بيعترفوا بالاختلالات وبالتسيب الوظيفي، وفي قرار نظام الخدمة المدنية اللي بنحبس قطعيا وبنحكم ما بعود للدولة. تروح الأخ برجعهم، بكونوا بالمجلس الطبي قرابة وواسطات، برجعهم رغم هذه الجريمة ورغم القرار، وبحطهم ووظفهم في وزارة الصحة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا المؤتمر الصحفي لسعادة النائب منصور سيف الدين مراد، وهو يتحدث عن فساد في وزارة الصحة. والحقيقة إشارة لكل المعلومات اللي ذكرها سعادة النائب، صدر بيان صحفي عن وزارة الصحة من باب المهنية أيضا نذكره، من أن الوزارة أكدت على أنه يعني راح تأخذ كل هذه المعلومات وما أورده سعادة النائب وتحقق فيها وتأخذها بمحمل الجدية، ولن تتساهل مع أي شبهة فساد طرحها النائب ودون استثناء، وفي حال ثبوت أي من هذه القضايا من أي شخص سيتم تحويلها إلى المدعي العام دون إبطاء أو استثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل. مشكور الوزارة في هذا التفاعل. الأمل الآن أن يتم الأخذ بجدية في كل هذه المعلومات، التحقق منها واتخاذ الإجراءات الرسمية وتحويلها إلى المدعي العام. طبعا الوزارة أوردت أنه في بعض الموظفين اللي ذكرهم سعادة النائب وتم إعادتهم للخدمة بعد صدور قرارات من المحكمة بحقهم، كان ذلك بسبب صدور عفو عام عنهم. ويعني هذا حبوا يوضحوا بعض يعني الإجراءات، ولكن بالنهاية تم الأخذ بكل المعلومات اللي ذكرها سعادة النائب وتحقيق فيها وعرضها أمام المدعي العام. هذا ما نأمله، هذا ما نتمنى، أن نرى إجراءات عملية لمحاربة الفساد لا توقف عند حد معين، لا يتم الاستقواء على موظفين صغار وعندما يصلوا للموظفين الكبار يتم إغلاق الملف كما جرت العادة. هذا فيما يتعلق بالفساد في وزارة الصحة حسب ما بينه النائب منصور سيف الدين مراد. سنذهب إلى وقفة ثم ملف أخير.